السيد قديس. نبدأ حلقتنا على اسم الآب والابن والروح القدس، آمين. إخوتي، اليوم حلقتنا رح نحكي عن قديسة عظيمة جدا، مشهورة بلبنان وبالعالم، محبوبة جدا جدا، وكتار من البنات سميوا على اسمها من زمان كتير. اليوم نحن رح نحكي عن حياة القديسة الرائعة، قديسة المستحيل، بنسميها شفيعة الأمور المستحيلة، هي التي أحبت إله المستحيل وصارت شفيعة الأمور المستحيلة، هي القديسة ريتا. القديسة ريتا مين منا مش سامع فيها؟ مين منا ما بيحبها؟ مين منا ما بيشوف بهالكنيسة الورود والزهور بعيدها؟ رح نعرف ليش، وليش تسمت بشفيعة الأمور المستحيلة القديسة ريتا. وطبعا مثل ما بنقول بكل حلقة، كل قديس كان عمله أو الرب يعطيه شيء معين ورسالة معينة حتى ينقلها لقلنا. اليوم القديسة ريتا شو هي رسالتها اللي بدنا نتعلم منها؟ شو هي العجائب اللي بدها تكون توصلها أنه تصير شفيعة الأمور المستحيلة؟ ولدت القديسة ريتا في منطقة اسمها روكا بإيطاليا. بي وأمها كانوا تقيين، بي وأمها كانوا كبار بالسن وما كان يجيهم أولاد، فضل تصلي الأم حتى يجيها ولد، ضل تصلي حتى يجيها ولد. كبروا وشاخوا، يعني تقريبا ضمن عمر ما بقى بيفكروا حتى أنه يجيهم بعد ولد، والأم كانت تقول أنه أنا عم صلي على طول. أمه وبيها مؤمنين جدا، والله ظاهر ما عم بيستجاب أنه يعطينا ولد. بس بهون يوم بعد ما صارت لنا الأم كبيرة في السن، وهي عم تتأمل بأوضتها، بتشوف ملاك بأكد لها أنه صلاتها وصلت لعند ربنا يسوع، وراح الله يرزقها ببنت وتكون عظيمة أمام الرب. قال لها الملاك أنه صلاتك وصلت وسمعت أمام عرش الرب، وراح يجيك بنت، وراح تسمي البنت مارغريتا، تختصر باسم ريتا، راح تكون عظيمة أمام الرب. أبصرت ريتا النور ب 22 أيار. ركزوا على هالتاريخ هيدا، لأنه كمان القديسة ريتا ب 22 أيار راح تنتقل إلى السماء بنفس اليوم. 22 أيار 1381، 1381، وتعمدت بنفس اليوم. أهلها كانوا مؤمنين جدا لدرجة اليوم اللي خلقت فيه أخذوها ورحت على الكنيسة وتم عمادتها. بذات اليوم بعد أيام قليلة من عمادتها، صار بي وأمها كانوا مزارعين، كانوا يعتاشوا من الزراعة، وطبعا بإيطاليا وبالمناطق الجبلية وبكل مدن لإيطاليا كتير خضرة وكتير في بساتين وكتير في الأنشطة الزراعية ناشطة جدا حتى لهلا، يعني البقر، المعزة، الكروم، العنب والزراعات التانية مشهورة إيطاليا فيهم وجميلة جدا جدا. بهذا الوقت قلنا كان يحطوها بسبت هيك صغير، سبت من القش، وينقلوها معهم وين ما راحوا مبسوطين فيها. طبعا بعد هيدا العمر اللي ولدت فيه ريتا مبسوطين، يحطوها بقلب سبت، كيف سبت القش اللي بنحط فيه نحن الزواد، يحطوها بقلبه طبعا صغيره، وياخذوها معهم في شجره مطرح ما بيروحوا المزارعين حتى يقوموا بالزراعه او الحصاد او حتى انه يسقوا. على طول في شجره كتير كبيره هناك بيقعدوا يرتاحوا تحتها. هيدي الشجره اهلها لريتا واصدقائهم المزارعين اللي حدود ارضهم حدهم بيوصلوا، مثلا اذا لابسين جاكيت ممكن يشلحوها، يعلقوها على الشجره، معهم زواد يحطوها تحت هيدي الشجره، بريق المي يحطوه هنيك، كل عدتهم يحطوها هنيك، يروحوا يزرعوا، يجي يرتاحوا شوي يرجع يروحوا. فكانوا يحطوا ريتا بالسبت الموجود هنيك، وكان كل المزارعين يعرفوا انه ريتا موجوده بقلب هيدا السبت، بقلب هيدي، يعني للي ما بيعرف شو هو سبت، سله موجوده بقلب هيدي السله. صار يعرفوا انه ريتا موجوده هنيك، حد الزواده تبعيتهم، حد بريق المي، عازوا شيء يروحوا لهنيك، اللي معه منشور ينشف عرقه، كلها موجوده تحت
الشجرة الضخمة اللي موجودة هناك واللي لا زالت لحد اليوم هذه الشجرة مشهورة، شجرة القديسة ريتا بضيعتها. بيوم من الأيام هي وصغيرة بتجي الأم حتى تطل على بنتها، بتتفاجأ بمجموعة من النحل اللون الأبيض، نحل كتير وعم بتحوم حوالين ريتا. ريتا فاتحة تمها والنحل عم بفوت على تمها ويطلع. هلا خافت الأم إنه تعمل أي حركة وقوم وحدة منهم تعقصها، يعني هي بنتها الوحيدة وإجت بعد كل هالسنين، فصارت أم يا رب يا عذرا يا رب دخيلك، وهي عم بتصلي عم تتأمل بتطلع بالنحلات وببنتها، بتشوف إنه النحل عم بفوت ينقط هون عسل بتمها للقديسة ريتا ويطلع. النحلة بتفوت بتنقط عسل، بتطلع بتفوت نحلة تانية بتنقط عسل، وكل ما يصير في مجموعة ثلاث أربع نقاط عسل تبلعن ريتا وتهلل. صارت الأم عم تسمع طريقة التهليل كأنه عم بتقول ترتيلي للرب، يحط نقط العسل فتفرح البنت وتهلل إلى الرب. ركعت الأم عم تصلي وعم تتأمل بالأمر اللي عم بيصير الرائع جدا. تخيلوا هيدا المنظر. بنفس الوقت فلاح بمنجله عم ياخذ بطريقة الزراعة، للي ما بيعرف عم بيمسك مثلا القمح أو الشتل بهي الطريقة، وبالإيد الثانية هون في منجل اللي هو مسنون أكثر من الشفرة، يعني كثير كثير مسنون، ماسك هيك وبيقصها هيك بحط على جنب، بيمسك بيقص بحطها على جنب. بهيدي اللحظة هيدا الفلاح عم يمسكها هيك وعم يقص، بتجي المنجل بيجي هون، وما أدراكم ما المنجل يعني قديش الجرح ممكن يكون كبير، يعني فاتح الجرح هالقد وقاصص، حط مسك ايده وركض لوين؟ ركض على الشجرة حتى يجيب معه طبعا بلوزته أو قميصه أو الشقفة جايبها معه حتى يضغط على الجرح. بيوصل عم يضغط على الجرح بلاقي اما لريتا راكعه وعم بتصلي هيك يا رب دخيلك، بتطلع على لريتا بلاقي النحلات عليها. بخاف طبعا على البنت، كلياتهم جيران واهليه، بفكر انه الام بحاله صدمه شايفه النحلات وخايفه على بنتها عم بتصلي. بيقوم هو بكل براءه وانسانيه هذا الفلاح بايده المجروحه حط هيك بقرب وعم يشيل، بده يكش النحلات بكل هدوء مشان ما يعقصوا البنت. بقرب عم بيعمل ايده هيك فوق فوق وجهها لريتا، بده يشيلها النحله، بيشيلها بتطير النحلات عن وجه ريتا، انما كانت الاعجوبه بيطلع بلاقي ايده رجعت مثل ما هي، ما بقى في جرح. وهيدي اول اعجوبه بتعملها القديسه ريتا. بنقول الثانية اذا عدينا النحلات اعجوبه بتقدر تكون الاعجوبه، انما اعجوبه مع اول انسان بتعمل معه الاعجوبه كانت مع هيدا الفلاح اللي بترجع ايده مثل ما كانت، وهيدا بشهادة اهل الضيعة كلهم اللي ركضوا وراه ايده للزلمة مفتوحة، يعني مستحيل جرح كتير كبير. وبيوصلوا الشقفة بعد عليها دم، نقط الدم بعدهم على الارض، انما ايده ما بقى بيها شيء، تسكرت ايده ما بقى في وجع ما بقى في شيء. وهيدي كانت تسجل باول اعجوبة عملتها ريتا مع شخص من عندهم من الضيعة. طبعا إذا بدنا نعد نحن الأمور اللي عملتها ريتا، العجائب اللي عملتها ريتا، بشك إنه نقدر نحصيها كلها لسبب كتير مهم. طبعاً العجائب مسجلة بالكنيسة كتير مزبوط، بس قديش في ناس نعمل معهم عجائب وما راحوا خبروا عنه؟ فأنا أكيد إنه هي كتيرة، يعني الإنسان منا بيصلي، بتيجي بنت اسمها ريتا اليوم بلبنان او باي بلد عم بتصلي، يا رب انجح بكره بالامتحان، انا عندي امتحان كثير كبير، يا رب انجح بالامتحان، عندي تقديم بكالوريا. بتروح البنت بتنجح بالامتحان. هل هيدي البنت راحت سجلت بالكنيسه انه هي نجحت لانه صلت للقديسه ريتا؟ هل من عدة اليوم عجيبه انه انا عم بصلي وروح ثاني يوم انجح؟ يعني للاسف كثير ما بيخبروا ما بيقولوا، واكثريتنا بننسى بس نصلي وعندنا مغص ثاني يوم بنروق، بننسى انه نحن صلينا وراح هيدا المغص، بننسى انه صلينا وراح هيدا الصداع، بننسى انه صلينا ونجحنا. اول شيء بنعمله بس ننجح بنفكر شو ممكن انه يمكن يطلع لنا هديه، بنفكر شو اول شيء بدنا نعمله، ممكن ما نفكر بشيء ونفرح، نقعد نسمع موسيقى، ممكن نتصل برفقاتنا، نروح سينما، نروح نحضر مسرح،
دليل النجاح نحن بدنا نروح نسهر نروح على مطعم. يا اخوتي انا اليوم بقلكم وخصوصي هلا بواب امتحانات، كل انسان عنده امتحان، كل انسان بيروح على امتحان وبينجح. انا برايي مثل ما تذكر يصلي قبل الامتحان، اول شيء اعملوه بعد ما تنجحوا اشكروا الله وصلوا. اول شيء اعملوه بعد ما تنجحوا اشكروا الله وصلوا. مثل ما بنتذكر القديسة ريتا والقديسين وربنا يسوع المسيح بايام ما نحن عايزين وبحاجه، خلينا نتذكره اليوم بايام ما نحن كمان فرحانين. ويعني بآسف على الكلمة، في ناس تقول انه انا ماني بحاجة لله هلا، انا ماشي حالي، يعني ناجح بشغلي، ناجح بالمدرسة، ناجح بعملي، نجحت بالسفرة، نجحت بالتمثيل، نجحت ما بعرف في شو. ما بنتذكر الله ساعة اللي راسنا بيوجعنا، ساعة اللي بنمرض، ساعة اللي بنعمل عملية، ساعة اللي بصيبنا مرض او عنا امتحان بنصلي. صلوا مع الله وتذكروه بوقت فرحكم. يعني اليوم انا بدي اقول لكل الاخوة حتى السوريين والعراقيين اللي عم بصيروا بكندا، باستراليا، بالسويد، باي بلد عم توصلوا له اخوتي، باي محل صرتوا فيه، عم شوفكم فرحانين وعم نشوف الصور، عم ننبسط لكم ونصلي لكم. هونيك صلوا واشكروا الله اللي خلصكم بسلامه واللي رحتوا على بلد جديد. هونيك صلوا وفرحوا. هونيك عبوا الكنيسه عالم، مش انه هون بكون معبي الكنيسه عالم، يا رب دخيلك خلصنا، بنروح لهونيك بنلاقي الكنائس فاضيه. هونيك صلوا واشكروا الله على الامتحان اللي مرقتوا فيه واللي خلصتوا منه وصرتوا ببلد آمن. صلوا لله واشكروه اللي وصلكم بقوته على محل آمن. وتذكروا مع الله ما في شيء بالصدفة، العمل الخلاص منه بالصدفة، ما في شيء اسمه صدفة. بالصدفة تلاقيت بفلان، بالصدفة وفقولي على السفر، بالصدفة هيك قدام السفير في ثلاث وراق شوفوا الصدفة شو حظي حلو ختم لي ورقتي لقلي. لا، هيدا تدبير إلهي انه يختم لك الورقة، تدبير إلهي. اصطفلوا اللي منكم بيآمن بهالأمر كتير منيح، اللي ما بيآمن بهالأمر جرب يفكر كتير منيح باللي عم يعمله. مش حتى نزلت على المحل حتى تشتري، إذا لقيت الغرض اللي بدك إيه شكر الله اللي لقيت الغرض اللي بدك إيه. شوفوا هالصدفة شو حلوة، أخذت آخر ظرف نسكافيه اليوم قبل رفيقي. يا خي أنا بدك تفتكر هيدي الشغلة سخيفة، أنت حر، بس أنا عم بقول لك ايه تدبير اليه اليوم اللي شربت فيه نسكافيه، ايه تدبير اليه اليوم اللي اكلت فيه الساندوتش تبعيتك. مثل كل حلقه بقلكم كثير من القديسين قالوا انت اليوم عم بتحط يا ابني اجرك على الدرج، اجرك بالاسانسير، واسع رح توصل على بيتك؟ واسع رح تقدر تكبس هيدي الكبسه وتوصل فيها على بيتك؟ يا ما ناس، يا ما ناس ناموا قالوا بكره رح نعمل، ما قاموا. ناموا قالوا بكره بعمل، ما اجا بكره. قال غدا سأتوب، فنام ولم يقم. فكروا بالأمر كثير منيح، بكل خطوة عم تخطوها قولوا أنه الله معنا، بكل خطوة عم تخطوها قولوا أنه الله معنا، بكل رغيف خبز عم تاكلوه تذكروا أنه في غيركم مش ملاقي هيدا الخبز. بدكم تستغربوا مش ملاقي هيدا الخبز. قد ما بدكم بجيب لكم صور من العالم اللي بيسموه عالم الثالث، أنه نحن ما شاء الله علينا عالم تاني، نحن عالم 12 13 قد ما فيكم عدوا. هن بيسموكم عالم ثالث، بسمونا عالم ثالث، يسموا. انا برايي عالم 12 و13 و14 نحن. اي عالم؟ عالم شو ثالث؟ هلا اوروبا عالم ثاني ونحن عالم ثالث، بس بعلامه وحده بنفرق عنهم بشو. العالم الاول، الانسان الاول هو من يصلي الى ربنا يسوع المسيح والمؤمن بربنا يسوع المسيح. هيدا العالم الاول. العالم اللي عم بيعد حاله اول بالعلم والمعرفه هيدا عالم طش، عالم اخير، لانه يبيد حكمة الحكماء ويعطي من الجهلة ناس مخلصين ورسل وانبياء. شدوا فريم شوي وعقلوا، شدوا فريم شوي وعقلوا. تعقل يا انسان ولا تكن حكيما في عيني نفسك. هاي هي ريتا، هاي هي ريتا اللي ما بتعرف تقرأ وتكتب، صارت خلاص لمجتمع كامل، صارت خلاص لكرة ارضية. مين ما صليلها عم يشفى، مين ما صليلها الله عم يرشده. ما كانت تعرف تقرا وتكتب ما كثير تنبسطوا وتتسلحوا بعلمكم وتقولوا هيدا سلاحنا. لا لا، يسوع المسيح سلاحكم، يسوع المسيح قوتكم، يسوع المسيح الهكم. لا اله الا يسوع،
حاجة بقى تعتمدوا على أشياء سخيفة، تعلم أكيد تعلم وشوف المعرفة تستخدمها مثل ما الله بده. إيدين يسوع المسيح بتكون مع الطبيب هو عم بيحكمك، إيدين يسوع المسيح بتكون مع الإنسان اللي عم بيعطيك دواء. شكرا لك، شكرا لإيديك يا ربنا يسوع المسيح، شكرا لتمك يا ربنا يسوع المسيح اللي عم بيخليني أنا أحكي هول، شكرا يا ربنا يسوع للفكرة اللي عم تعطيني إياه، شكرا يا ربي يسوع المسيح للصحة اللي عطيني إياها، شكرا على طول بكل شيء عم نعمله شكرا. شو هالحكي هيدا؟ باخرة على وجه المي محملة أطنان وما بتغرق. شوف شو هالمهندس الشاطر اللي عمله، شفنا المهندس بالتايتانيك شو عمل، شفنا باللي كتبوا عليها لا تغرق ولا تحرق، اللي تباهوا فيها صار عاملين تايتانيك أقوى من الله. بأول مشوار قال لهم الله تعالوا لهون، هيدي هي التايتانيك غرقت. شو عم تحكي؟ رقوا شوي، قديسين ما كانوا يعرفوا يقروا ويكتبوا، عم نستنجد فيهم. تعلم يا انسان، بس عرف انه الله اعطاك هيدا العلم لتفيد غيرك، لتتعرف اكثر. لا جديد تحت الشمس، لا جديد تحت الشمس. يعني الكمبيوتر كان من 3000 سنه ومن 10000 سنه، والسيارات كانوا من وقتها، كلهم كانوا من وقتها. مش المواد تبعيتهم كلها موجوده من الارض ولا جبتوهم من الفضاء؟ يعني ما عم بفهم. هل السيارة والكمبيوتر اللي معك جبتوه من الفضاء المواد تبعيته واستعملتوها، أو كانت موجودة على الأرض من آلاف السنين؟ كانت موجودة على الأرض من آلاف السنين، كان الفكر البشري والله لم يرد إنه يكونوا هول من وقتها موجودين. هلأ الله عطانا الحكمة والفكر والعلم تأنه نصنعهم، وبعد في كتير شيء غايب عنا بعد رح تصنع بعدين لما الرب يريد إنه تصنع، وكل شيء بوقته. بس هيدي المواد موجودة من قبل، لا جديد تحت الشمس، هيدي موجودة من قبل. بعدين الله عطى للإنسان فكر، مش بالصدفة، ما في شيء بالصدفة. هلا أنتم استعملوا أوقات، نحن بنستعمل هيدي الكلمة كلمة بالصدفة للدلالة على شيء، إنما وقت حتى أنا كون ناس يقول بالصدفة وأتذكر دغري بقول سامحني يا رب هيدي مشيئتك وهيدا أنت مش صدفة. تذكروا منين الله بعث لي إياك، مش صدفة شفتك. انتبهتوا كيف؟ بالصدفة تعرفت على مرتي. لا يا خيي، الله أراد إنه تعرف عليها لمرتي، الله أراد، هيدي إرادة الله. بتحكي مع 20 وحدة بتاخد آخر شيء وحدة، بالصدفة؟ لا مش بالصدفة. لو الله ريد لك تاخد هديك كنت أخدت هديك، لو الله ريد لك تاخد هيدا كنت أخدت هيدا. انتهى الموضوع. بكيت وقتلت حالة أحد البنات، خوتت، كان الأمير بده إياني ما عاد أخدني، شو عملت أنا؟ شو عاملة؟ أهل الأمراء ما قبلوا فيها، راح اتجوزت هندس سافرت على أحد البلدان، ما في ظرف، يمكن وقت ما بعرف إذا ضمن السنة ولا لا، تم إعدام كل العيلة المالكة بأزواجهم وبأزواج أولادهم وبالأمراء وبنسوانهم. افتكرت هيدي البنت لو أنا كنت مرته لهالأمير شو كان صار فيها؟ عود بسلامتك، يبقى لنا وجودك. ما تكرهوا شيء، شوفوا إرادة الله بحياتكم، شوفوا إرادة الله بحياتكم. القديسة ريتا سلمت نفسها للرب. القديسة ريتا بس صار عمرها 12 سنة يا أخوتي، رغم إيمانها ورغم صلواتها وتفوت وتصلي تقول للرب أنا وهبتك نفسي، بس صار عمرها 12 سنة، بيا الله يرحمه بيعطي كلمة لأحد الشباب المهمين، بوافق على زواجه منه. كان عمرها 12 سنة، 12 سنة بس بهديك الأيام طبعا كان الزواج ب 12 سنة أمر طبيعي جدا وعادي، مشان ما حدا منكم هلأ يفكر إنه شو هالظلم. لا أنا لحد ما أنا كنت أطلع على الضيعة كان في بنات تتجوز عمرها 14 سنة و 15 سنة، هيدا الأمر كان موجود. بنت عمرها 12 سنة طلبها أحد الشباب الأغنياء، وبتقول القصة أنه ممكن أنه لو كان هيدا الشاب أقل شأنا يمكن بيا لريتا ما كان وافق. مع العلم بيا لريتا مؤمن، أما مؤمنة، بس مش ما كانوا وافقوا أو كانوا وافقوا لأنه هن ظالمين، لا كانوا موافقين مع القديسة ريتا ضمنا، يمكن لو تقلن قبل انه انا بدي اعمل راهبة. انما لما قالوا لها تقدم لك هذا الانسان اللي اسمه بول، تقدم لهذا الانسان غني صاحب مركز، اهله مسؤولين، عائلته مهمة، تخيلوا حي الله عائلة هلأ بتعرفوها مهمة ومن وجهاء القوم يعني، وطلبها هلأ بيا وافق لعدة اسباب، اهم سبب انه يضمن لبنته مستقبل رائع ومستقبل هيدي العائلة قوية كتير سياسيا واقتصاديا اقطاعيين، وفي عائلة تانية عم بتنفسهم، طلبوها هالعائلة، وافق البي لانه هيدا الانسان
بمثابة أمير، كان كثير مهم الشاب. هيدي أول سبب تيضمن له حياة، صار كثير ختيار رح يوقف عن الشغل بده يضمن له حياة لبنته. بإيمانه الزواج هو سر من أسرار الكنيسة، الزواج سر، فما عم بيعملوا شيء غلط، هي أكيد ما عمل شيء غلط بيّن. وافق طبعا بده يوافق لأنه عمره 12 سنة، ما رح تقدر هي تكون تحدد شو بدها تعمل بعمر 12 سنة، وكان الزواج مقبول وقتها والكنيسة كانت بتزوج بهيدا العمر بموافقة الأهل. طيب أما وبيا طبيعي إنه هن صاروا بآخر عمرهم بدهم يلاقوا لها نسب صالح. تاني سبب، ما كان أبدا بيا بيقدر يرفض هالأمر لأنه كان في خوف على ريتا تحديدا وعليهم هن. كيف الخوف؟ بيقدر يجي هيدا مع زلمه عنده زلم، بيقدر يجي مع زلمه ويخدها خطيفة للبنت، يخدها يعتدي عليها يأذيها يقتلها يحرق لهم بيتهم. كان ماشي، وكان هيدا الشاب بلا أخلاق بلا ضمير بلا وجدان، وكان يعمل هيك مع كتير عيال، وكان بيا لسريتا شايفه انه عم يعمل هيك، شايفه هو زلمه بيروحوا بيحرقوا حق أحد الأشخاص، شايفه بيروحوا بيعلقوا مع بعضهم بالساحات قدام بيا لسريتا وبينجرح منه الناس، وكان ميت ابن عمه عن قريب وراح أخذ بطارق ابن عمه حرق بيتين ثلاثة، وإجا طلب القديسة ريتا. أنت يا إنسان محل بيا القديسة ريتا بتقبل ولا ما بتقبل؟ بنفس الوضع وبنفس الضيعة وبنفس الشكل اللي عم تشوف هذا شو عم بيعمل. أنا بأكد لكم إنه بيقبل، وقلت لكم لعدة أسباب، منها إنه الزلمة فات بتهذيب على البيت، يا عمي أنا بتشرف إنه أطلب إيد ريتا منك، ريتا البنت الموصوفة بجمالها عمرها 12 سنة، بشوفها مع الأولاد، بشوفها مع بالبستان مع أهلها، كان هو يمرق يشوف إقطاع ياخذ منهم نسبة من المبيع، شوفها لريتا. وبس قرر إنه يتجوز، هذا الإنسان اللي مقضاها من محل لمحل نقاها لريتا، بحطها ببيته، بجيب منها اولاد، بتطبخ بتكنس بتمسح، صانعه مع انه يجيب اولاد منها، مع انه تكون من ضمن عزوته من ضمن الاملاك تبعيته. هيك هو شايف فيها. هي شايفه امر ثاني، هي بدها تروح لعند الرب، بدها تعمل راهبه. لما راحت قال لها بيا انه اجاكي عريس بدنا نجوزك، بتقول له دي سريتا بس انا اخترت الرب. قال لها يا بنتي اخترت الرب؟ ما حدا عم يقول لك رب، لا بتختار الرب ببيتك. الزواج هو سر من أسرار الرب كمان، يعني من أسرار هيدي الأسرار الكنيسة اللي الله مبارك فيه وحكى لها عن عرس قانا وحكى لها كيف الله بده أنه ننمى ونتكاثر يا بنتي، وخدمة بيتك مثل خدمة الرهبنة. ما عم يحكي شيء غلط أبدا البيت، أنا ببصم له بالعشرة مزبوط وخايف عليها لبنته، بس قال لها نحن ما بنقدر نتراجع لأنه أعطينا كلمة للزلمة. وفعلا ما كان بيقدر يتراجع لانه كان البي خايف كثير من هذا الزلمه شو ممكن يقدر يعمل. وقال لمرته، بس فاتت ريتا على اوضتها تتصلي، قال لها لو كان حي الله حدا غير هالشخص، انا ما عارف انه ريتا حابه تفوت على الدير، زلمه مؤمن، وانا لو حي الله حدا غير هالشخص اعطيته كلمتي كنت برجع بكلمتي وبقول له ريتا بدها تفوت على الدير. بس هل انا بسترجي اقول له للاقطاعي بول انه انا ما بقى بدي اعطيك ريتا؟ بيحرقنا نحن وياها بالبيت. ايمانه الزلمة على قده وخاف، وبذات الوقت طب انه الزواج هو سر يا اخوتي، انه ما عم بيعمل شيء غلط وضمن له بذات الوقت، يعني صار عن مضض، ما بيقدر بقى يقول لا. ان عوال ريتا تجوزت ريتا هيدا الشاب اللي منه منيح ابدا، الانسان العاطل اللي مقضيها من مطرق من خماره لخماره بيسكر، وكان كل يوم يجي على البيت سكران. ريتا البنت الصغيرة اللي عم يعلموها أهلها كيف تتصرف، صارت أمها تعلمها، يا بنتي ما علي طول بالك يا بنتي كذا. قعدت 3 سنين أو 4 سنين ريتا بعذاب، يمكن أنا بقول إنه شايفته بعض النساء أكيد يعني، وكان عطول يضربها يجي سكران، لما يكون عامل معركة وجاي ربحان ينبسط منها يدللها، لما يكون سكران او حدا قتل له حدا من الشباب اللي معه او خسران بشيء يجي يضربها ويسكر ويعاملها بطريقه مقرفه جدا، لدرجه بيحكوا انه في يوم من الايام جاي متضايق كثير وسكران، قلت له بك شيء؟ الله ما خصك، صاير معك شيء متضايق اليوم اكثر من باقي الايام، مين انت تتعرفي انا شو بني؟ شلحيني الجزمه، شلحته الجزمه، قال له بتروحي بتحطيها حد مخدتك وبتنامي حد اليوم. هيدي من القصص اللي بيحكوها شو كان يصير معها. شو برأيكم ريتا عملت وقدامه؟ ريتا مسكت الجزمة اللي لبسها عبطتها وأخدتها حطتها حد على المخدة ونامت.
هذه هي الديسيبلين، الطاعه التي لا مثيل لها، مع صلاه مع دموع. هلا البعض ممكن راح يحس انه ولو لما رد عليها ربنا يسوع المسيح واعطاها انه تكون راهبه بهالوقت وما عمل شيء حتى بيعدوا عن طريقه كرهوا فيها حتى تروح هي على الدار، يا اخي كيف بدها تكون شفيعة الامور المستحيله؟ ما هيدي فتنه بالمستحيل، هون فتنه بالمستحيلات، باللي عم تعمله ريتا مع جوزها، باللي عم تتحمله وباللي عملته. خلينا نقف هون نسمع ترتيلة صغيرة وبنرجع بنكمل بنشوف ريتا شو عملت المستحيل مع جوزها وشو صار جوزها. نسمع صوت. حتى أعرف معنى الحب دعيلي يا ريت دعيلي، تأتعلم حب الرب نعم بقلبي ضويلي. كنت النفس الوديعة بقلب الدير ومطيعة، انت اليوم الشفيعة للأمور المستحيلة. دعيلي 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 يا ريت دعيلي، حتى أعرف معنى الحب دعيلي يا ريت دعيلي، لأتعلم حب الرب نعم بقلبي ضويلي. كنت النفس الوديعة قلبي الدير ومطيعة، وانت اليوم الشفيعة للأمور المستحيلة. دعيلي 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 يا ريت دعيلي. شوكي بإكلي المصلوب جرحي زهر عشبيني، صليتي طلخاتي طول كفيتي بألم سنيني، شوكي بإكلي المصلوب جرحي زهر عشبيني، تقوى وفرح وفضيلي. دعيلي 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 يا ريت دعيلي، دعيلي يا ريت دعيلي، دعيلي يا ريت دعيلي. عيونك عم يضوي النور غنى الكون بإيماني، في دبع عطرك على المعمود تيتبارك لبناني. عيونك عم يضوي النور غنى الكون بإيماني، في دبع عطرك على المعمود تيتبارك لبناني. عم صلي لك صلي دعيلي يا ريت دعيلي، حتى أعرف معنى الحب دعيلي يا ريت دعيلي، لأتعلم حب الرب نعم بقلبي ضويلي. كنت النفس الوديعة قلبي الدير ومطيعة، وانت اليوم الشفيعة للأمور المستحيلة. دعيلي 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 يا ريت دعيلي، دعيلي
دعيلي دعيلي يا ريت دعيلي. عودة معكم أخوتي مع بركة القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة. قلنا نحن أنه كان جوزها يعذبها يضربها، بس ما قلت لكم أنه اسم ريتا يعني شو معنات اسم ريتا؟ يعني اللؤلؤة. اسم ريتا مارغاريتا تعني اللؤلؤة، وما أجمل هاللؤلؤة اللي أضاءت علينا الكرة الأرضية كلها. قديستنا ريتا الحبيبة اللي أضاءت الكرة الأرضية كلياتها. بتعرفوا أخوتي قد ما بنحب أوقات القديس، قلت لكم سابقا بعدة حلقات إنه كل ما نحب قديس بنحسه إنه من بلدنا، فوين ما يكون في قديس يسألونا إنه هلا بيسألني حدا ريتا منين؟ بقول له من لبنان. يعني قد ما بنحب القديسة ريتا بنحسها إنه من أرضنا. ريتا لبنانية، ما حدا بفكر إنه ريتا إيطالية مثلا من إيطاليا. بس تسأل الواحد قديس ريتا، تسأله حي الله واحد هالقد بحب القديس ريتا منين، أول شيء بيتبادر لذهنه إنه لبنانية. ليش ولا مرة سألين حالنا هالسؤال يعني؟ فنحن منحبك يا قديس ريتا، منعدك انه كمان انت من بلدنا من ضيعتنا من هون. اليوم اخوتي هيدي اللؤلؤة نحطها بقلبنا، نفتح هيك قلبنا ونحط لؤلؤة، وما اجمل اللؤلؤة لما تكون القديسة ريتا. وهلأ بتشوفوا ليش كمان القديسة ريتا شفيعة الامور المستحيلة. ريتا بعد ما عانت كتير العذاب مع جوزها، تجي بيوم الايام بتقول له انها حامل، بده يصير بي. ومن هالوقت هيدا الشاب حس برهبه انه بده يصير بي، قعد وصار هو يسال القديسه ريتا، وصارت تقول له وتحكي له عن يسوع، تحكي له عن الامور اللي عملها يسوع، اللي ما كان اصلا باله هو بهيدي الامور الايمانيه من قبل. كان يعدوها انه ضعف، انه انا مؤمن وسامح معناتها هيدا ضعف. وكان قلنا انه فعلاتر لانه قاتل هو ناس، والناس اللي هو وياهم مختلفين اخوتي من الوجهاء بالمنطقه، كمان عندهم طار، وهن عائلتين عندهم طار بين بعضهم كثير قوي بايطاليا. كانوا هاي العائلتين مشهورين في دم بيناتهم. فبيقعد هو مع مرته، بصير بيتوته شوي، بصير يسمع يصلي هو وياها، بيخلق بتولد له ريتا طفلين توم. لما شاف انه صار بي سمى واحد جان، واحد سماه بول على اسمه. الولدين كمان صار يكبروا، البي صار بيتوته، رجع للامور يدير باله على ارضه، يعامل صار الزلم تبعوله بطريقه منيحه، بدهم يعملوا مشكله لهم لا بلاها. صار حتى عائلته تتفاجئ فيه، يجي خيه الاكبر انه شو بك صرت جبان، خلص سحرتك هيدي المراه، قاعد يروح يعملوا مشاكل، جرب انه يحل المشاكل هو. صار كتير إنسان مؤمن، صار كتير إنسان منيح، صار يصلي، صار يصوم، صار يقعد مع أولاده اللي بلش يكبروا. كان صاروا تقريبا بعمر 12 سنة. بهيدا الوقت كان يروح هو يعمل تجارة ويجي، يجي أوقات مأخر عشية. بهيدا الوقت أخوتي إذا بدكم بيعملوا له كمين العيلة التانية اللي هي ضدهم، وبيقتلوه هو ورجع على بيته. بيموت جوزها القديسة ريتا، وكان الحزن كبير انه كان كمان من سنة ميت امها وبيها ميتين. تحس ما قال حدا الا جوزها وعائلتها، مات جوزها. وهيدا الامر بتقول القديسة ريتا كأنه رمح وضرب قلبي، لانه هيدا الانسان صار منيح، صار حنون كتير، صار هالانسان اللي هي صارت سعيدة معه. إنما سعادتها كانت إنه هذا الإنسان صار مؤمن جدا جدا، وطبعا بيجي إلهام إنه هذا الإنسان أحوى عند ربنا يسوع المسيح، ما راح على جهنم أو الجحيم، صار كتير منيح. وهو عم بيموت بيخبرها ملاك الحارس إنه سامح الأشخاص اللي قتلوه. شوفوا قديش كانت رائعة هالرسائل المعزية القديسة ريتا، تعرف إنه جوزها صار بالسما من بعد ما كان الصورة قدامها هو رايح على الجحيم. انتقل النقلة الرائعة بحياته وصار إنسان كتير منيح. هون ببلش جدهم للولاد، بلشوا عمامهم رايبينه بدكم تاخدوا بتربيكم. بيمرقوا شي 3 سنين، بيصيروا بعمر 15 16 17، بيصير زندهم يقوى. ومرة القديسة ريتا بتروح بتشوف انه
الاولاد عم بيتمرنوا مع عمهم على السيف وبدهم يقتلوا الاشخاص اللي قتلوا بيهم. بتصلي القديسه ريتا كثير وبتقول يا رب يا رب اولادي بحبهم كثير، انما اذا رح يعملوا خطيه انه يقتلوا حدا فضل يا ربي يسوع تاخذهم هلا لعندك يكونوا معك احسن ما يروحوا على الجحيم. وفعلا بعد سنه بيمرضوا الاولاد وبيموتوا اثنيناتهم، بيقعدوا بعضهم بصير في مرض كثير قوي بالمنطقه، تخدمهم القديسه ريتا وكمان بتعرف انه راحوا على لعند ربنا يسوع المسيح، لانه هن ومرضى بيصيروا يصلوا مع القديسه ريتا وبيقولوا لها نحن ما بقى بدنا ننتقم من حدا، حياتنا هي المسيح، وفعلا بيروحوا على النعيم. هن وعند ربنا يسوع المسيح وبتطمن القديسه ريتا وبتصلي وبتكون حزينه صارت لحالها على الارض، وفرحه انه عند ربنا يسوع المسيح، بتودع هيدا العالم وبتروح تقرع باب الدير. دير الراهبات الاغسطينيات، ده الرهبنه الاغسطينيه تابعين للقديس اغسطينوس، وهن رهبنه لمريم المجدليه، يعني رهبنات الاغسطينيه تابعين للقديس اغسطينوس هن بذات الوقت رهبنه تابعه لمريم المجدليه على سيره مريم المجدليه. بتدق على الباب بيفتحوا لها بتفوت ترفض الرئيسة بتفل، ترجع مرة تانية بتدق بتفوت ترفض الرئيسة بتفل، مرة تالتة كل شهر بصير تجي، بتروح بتعيش حياة رهبنة، بتفوت على قلب الضيع بيكون الطاعون ضرب بقلب المنطقة، بتصير تعالج الناس، بتروح لعند أعداء جوزة العائلة التانية بتعالجهم، بيكون في المسؤول عن العائلة التانية هربوا حراس وتركوه كل الناس لأنه مريض عم بيموت، بتفوت بتعطيه الدواء بتقعد أسبوع عم بتعالجه بيصح هيدا الإنسان بعد ما كان الطبيب شايل إيده منه وبلش يحرق الجسس لأنه بتعرفوا هيدا المرض كان ينتشر. بتصحح خي جوزة وبتجيبهم اثنيناتهم وبدون سيوف وبتصالحهم بنص الضيعة. بيجي خور الرعية بيقول لها عملتي يا ريتا اللي ما قدرنا نعمله، اللي الكنيسة ما قدرت تعمله قلنا 50 سنة خوري ولا خوري بجرب يصالحهم، ما عم بيقدروا يصالحون، بتصالحهم مع بعضهم، وهيدي من الامور المستحيلة انه كان يتصالح. بيقول لها الخوري هون مستحيل كانوا يتصالحوا، هاي اول كلمة عم بيقولوا لها اياها، كانت مستحيل يتصالحوا. بتروح عند الرئيسة بدها تفوت على الدير بتقول لها الرئيسة مستحيل نقبلك، عمرك فوق 40 ومجوزة وجوزك ميت هون للعزارة، مستحيل نقبلك. بتروح مستحيل مستحيل مستحيل، وين ما توصل مستحيل مستحيل، بتصلي وبقلب بيتها يومية يومية يومية. وكانت كتير تحب يوحنا المعمدان، كتير تحب القديس أغسطينوس، وكتير تحب القديس الأولى، وتقول هول شفعائي هول اللي بيحاربوا عني. بيوم هي ونايمة عم بتصلي بيجي شيخ من برا بصير يعيط لريتا، بتقوم بتطل بتلاقي شيخ ومعه شخصين، بتطلع لبرا تشوف شو بدهم، تعرفهم القديس يوحنا المعمدان، القديس الأولى والقديس أغسطينوس، بيقولوا له الحقينا. بيوصل لقدام الدير الباب مسكر، بيقولوا له ما عليك غمض عيونك، غمض فتح عيونك صار جوات الدير، وبيروحوا. بيقوموا الساعة 4 الرهبات بدهم يصلوا، بتلاقي أمنا الرئيسة هالبنت قاعدة هالمرأة قاعدة بقلب حرش الدير راكعة بتصلي. قالت لها كيف فتي مسكر الباب؟ كيف فتي مسكر الباب؟ بتحكي لهم شو صار؟ بيقبلوها معهم بالرهبنة، إنما لتشوف أمنا الرئيسة إذا هي مطيعة ولا لا بأمر الطاعة بتعطيها غصن يابس أو عود يابس، كان بده يحطوه للتنور، كان بيحطوا هنيك بيولعوا نار تحطيه يخبزوا، بتعطيها بتقول لها بتزرعيه وبتسقيه كل يوم، بدها تشوف قديش مدى طاعتها. على سن القديسة ريتا عم تسقي عرق يابس، غصن يابس، عم تسقي عود يابس على سنة، عود يابس كل يوم الصبح بتجيب مي بتعطيه، كل يوم عشية بتجيب مي وبتسقيه على سنة. بيقوم واحدة من الإخوة عم بتقول لرفيقتها يا عمي حرام بقى هيدا، تعال نروح نقول لها نحكي مع أمنا الرئيسة بقى سنة عم تسقيه. بيوصل لعند ريتا هي عم تسقيه، بدهم يقولوا لها مشي عند أمنا الرئيسة تنقول لها بلاها هيدي الأمور. بيلاقوه مورق عاطي ورق عرق عطى ورق لحديد هلا هيدي الكرمة يا أخوتي بياكلوا منها أهالي الضيعة، وعملت عنب طلت كل الدير عريشة من أكبر العرايش الموجودة، عريشة عنب صاروا ياكلوا منها، وشافوا هيدي كمان مستحيلة تالتة رابعة خمسة، كم مستحيلة صار هلأ نحن حاكين قدامكم فيها. إنما بتكمل أخوتي وبصير يشفى ناس كتير. هلأ بتكون تسألوني شو قصة الورد الأحمر ريتا؟ طبعا القديسة ريتا بتضل عايش أخوتي وتعمل أمور مستحيلة لحد ما بتتوفى القديسة ريتا سنة 1595 عن عمر 76 سنة، شاخت طبعا وكبرت بالعمر.
قبل ما تموت بفتره قصيره كثير بيظهر علي ربنا يسوع المسيح وبيقول لها انت بعد 3 ايام رح تكوني عندي بالفردوس. انما بهالوقت هيدا بتزورها وحده من قرايبينا من الضيعه وبتقول لها بدك شيء يا اختي ريتا؟ بتقول لها ايه، اعملي معروف بتروحي على بيتنا، بس تمرق من حد بيتنا في ورد، جيبي لي ورده من هنيك وتعي. بتطلع هيدا البنت قالت لها ريتا نحن بكانون والثلج برا انجا قدرنا ووصلنا وجليد بضيعتك. قالت له روحي اذا لقيتي بس الورده جيبي لي اياها. قلت لها هلا بتوعديني؟ قالت له بوعدك. البنت لانه وعدتها وعارفه مستحيل يكون في ورد هون، وهي رايحه عم بتقول للي سايق العربيه عربيه الخال بتقول له امرق الاحصنه عم بتزحط، بتقول له امرق بس لانه انا وعدتها وعد الحر دين. بيمرقوا الاحصنه هيك بتطلع قدام كل شيء جليد 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 جليد، بتطلع بتلاقي ورده بين الجليد، ورده مفتحة الوردة الجوري، بتشم ريحتها عذبة كتير بين التلج، بتشيلها وبتجيبها لعند ريتا. بذات الوقت بتجيبها لعند بتقلها مستحيل انت اللي عملتيه هيدا، انه مستحيل، وخبرت باقي الرهبات. بتطلع عليها ريبتها التانية كمان بتقلها انا جيت حتى شق عليك، بدك توصيني شيء؟ قالت لها ايه اذا بتقدر جيبيلي بس من اللوز اللي برا حبتين لوز جعبل لوز برا الثلج الشجر مجمد. قالت لها معلي اذا لقيت شو في. بتطلع هيدي المره لبرا وبتلاقي اللوزه مزهره والثلج مغطاها. هيدي كمان من المستحيلات اللي موجودين. بتجيب لها اللوزه وبتجي لريتا بتعطيها اياهم، والورد اللي قلنا جابت لها اياها الورده ما يبست، وبيقولوا بعد هلا مورده مين ما كان يقرب تيلمسها او تشم ريحتها كان يشفى. وزهر الدير من القديسة ريتا. قد ما صلت القديسة ريتا وكانت تعرف سامعة قصة مار فرانسيس، هيدا الخبرية زي ما خبركم قبل ما خلص، سامعة بقصة القديس فرانسيس، بس قالت أنا مني أهل أنه يصير عندي جروحات المسيح، بس يا رب شاركني بألامك. بتطير شوكة من الصليب اللي عندها بالأوضة وبتجي على جبينها، والريحة هيدي عملت ريحة وتقرح محلها، كان الرهبات ما يعودوا يقربوا عليها قد ما ريحته هلا الجرح طالع. فقعدت بأوضة بآخر الدير، إنما راهبة كانت بس تخدمها وتجي. في فجأة بيسمعوا بقلب الدير الجراس عم ترن لحالها، بينزلوا بيشوفوا جراس بسنة 1500 جراس عم بتدق لحالها، شو القصة؟ بيفوتوا على أوضة ريتا بلاقوها ميتة، والملائكة هي اللي عم بتدق الجراس. الملائكة تستقبل ريتا بالسماء وبدق جراس الأرض. فاتوا شافوا مثل لؤلؤة على جبينها، صارت مثل جوهرة لؤلؤة وريحة طيبة جدا 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 جدا. القديسة ريتا أعلنت قداستها سنة 1900 على يد البابا لون الثالث عشر. إنما خبرية أخيرة، التابوت ظلت ريتا جسدها مثل ما هو، حطوا التابوت من خشب تيزوروه الناس، وأحدى السيدات بتولع شمعة وبينسوها وبيولع التابوت، بهب التابوت. لما يفوتوا الصبح بيلاقوا التابوت كله والعان، طوب القديسة ريتا ما صير له شيء، جسد القديسة ريتا ما صير له شيء. ولفترة طويلة القديسة ريتا كل فترة تبرم وجهها من محل لمحل هي وميلة، كل مرة بيشوف وجهها عم بيبرم من ميلة لميلة. القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة بكل اللي خبرتكم يا أخوتي. والقديسة ريتا عاملة عجيب، أول ما ولدت مع هيدا الفلاح وهي وعم بتموت تجي رفيقتها المشلولة حتى تودعها لأنه كانت تحبها كتير، عم بتعبطها عم بتمد إيدها المشلولة وتتبوس القديسة ريتا، بتقوم ما بيها شيء الرهبة المشلولة. هيدا كلياته مسجل ومدون بالأسماء والتواريخ. شفاعة القديسة ريتا، شفاعة ربنا يسوع المسيح معكم. إله المستحيل يا جماعة، ربنا إله المستحيل، هو الإله القادر على كل شيء، شفيعة الأمور المستحيل. القديسة ريتا بركتها تكون معكم، إلى اللقاء.